سيدي انتم متجمعين على قمة على شوف قمة للمنطقة للشريعة الكردية للناس للكل جميعا. انا مرات نحكي اسم الكرد يصير امور طائفية، بس احنا حقوقنا هذا حق شرعي هذا، انت تحكي كل مجتمع يحكي باسم شريعته باسم هويته باسم قوميته بالمسألة الطبيعية. بس اكو ناس ضعفاء يعرضون غير طريقة، يعرضون طريقة طائفية، يعرضون طريقة غير شكل عنصرية عنصرية. بس انا من حقنا الله يخليك يا رب، السلام عليكم ورحمة الله. انا قلت دفعنا ضريبة، هم ضريبة القومية وهم ضريبة المذهب. اي والله نكون واقعيين كلنا نبيكم. جايتكم واشن الاجتماع الشارع من قبل ساعة ساعة حمد الله يزقنا اللقاء الحمد لله. هذا انتم لنا الشرف وللمجتمع صراحة على راسي. مو بس يعني نشتغل بس يعني نجلس لا، لما تقابل الله سبحانه وتعالى وجلوا وناخذ إذن منك وتعلم الجمعة إن شاء الله أبو علاء هو يعني صار